السلام عليكم مشاهدينا، أرحب بكم في فترة إخبارية جديدة ومتجددة، سنة ميلادية جديدة أو في الشروق الإخبارية. في ملفات النقاش كما عودناكم وفي الفترة الإخبارية نواكب من خلالها الحدث. الحدث اليوم قانون المالية 2024 الذي دخل الخدمة اليوم الفاتحي من جانفي 2024. قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ به العديد من النصوص القانونية التي أضيفت كقانون تكميلي ل 2023، ميزانية الدولة في القانون التي تعتبر تاريخية حسب ما أكده الخبراء ومن يتابعون الملف عن كثب. ميزانية الدولة في قانون المالية 2024 تضمنت نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال كما سبق وأشرت، حيث بلغت 15,275.28 مليار دينار، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9,105.3 مليار دينار. في ذات السياق قوانين أساسية وزيادات في الأجور ومراجعة النقطة الاستدلالية ثلاثية تستشرف بها الطبقة التشغيلية في 2024. تسوية ملف السكن الوظيفي في عديد القطاعات مع المضيف في عرضه بمختلف السياق هو ما تطمح إليه الطبقة التشغيلية. إذن الزيادة في الأجور طبعت قانون المالية 2024 وهو المطلوب منذ زمن طويل ليتم تحقيق مطالب الطبقات والعمال طبعا، والإعفاء المؤقت من الرسوم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج والتسويق في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، و سواء للتسويق بالجملة أو التجزئة. نعود فقط للنقطة قبل أن نمر لنقطة أخرى. لكل من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا وحتى الحبوب الجافة الأرز بما فيها المستوردة، هذا إلى غاية ديسمبر 2024. نقاط جديدة تضمنها القانون، نقاط أخرى كذلك تضمنها القانون في السياق إلغاء الرسوم على النشاط المهني وإعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسوم على القيمة المضافة وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج. تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح الفئات الاجتماعية بدون دخل لا سيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم. هذا كان فيما يخص ملف القدرة الشرائية. إذن الرئيس عبد المجيد تبون قال في إطار الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وجب دائما الحفاظ على الجانب الاجتماعي للدولة، الحفاظ على كرامة المواطن للدولة. إذن نمر لمجال السكن، تخفيض يقدر ب 10% يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برنامج البيع بالإيجار عدل الذين دفعوا 25% من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد. تمديد الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الإيجارية السكن الاجتماعي الراغبين في الحصول على مساكنهم لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وهذا بدلا من 31 من جويلية كما كان متفق عليه من قبل في قانون المالية التكميلي 2023. منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة. قرارات لدعم الجماعات المحلية،
استحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3% والنشاطات المنجمية بمعدل 1.5%. زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح الصندوق نفسه. دائما نبقى في إطار القرارات للجماعات المحلية لدعمها. القانون تضمن تدابير تتعلق بتصريح الجمركي الإلكتروني، بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا على أساس الوثائقي الرقمية. القانون تضمن التوقيع الإلكتروني على التصريح وإمكانية التسديد عن طريق الدفع الإلكتروني، وهذا لأتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري وكذلك مسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين. كل هذه النقاط ونقاط أخرى سأناقشها مع ضيفي الكريم الذي يلتحق بي عبر الهاتف مباشرة. الدولة الجزائرية تدعم بشكل مباشر المستثمرين سواء بالتمويل بالإعفاءات الجبائية وغيرها. إلى أي مدى قانون المالية ينص اليوم على قرارات جديدة من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني؟ أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف مباشرة السيد يوسف ميلي رئيس منتدى الاستثمار. أهلا بك معنا، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك. طيب أستاذ يوسف ميلي، كما سبق وأشرت اخترنا عديد النقاط وزوايا نناقشها من قانون المالية 2024 الذي دخل حيز الخدمة ابتداء من اليوم. إعفاءات جبائية طبعا، تحفيزات مالية وتحفيزات أخرى نص عليها القانون للمستثمرين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب على حد سواء. إلى أي مدى برأي كل هذه النصوص تعتبر جديدة ونفس جديد تضاف للأشواط التي قطعتها الجزائر في هذا المجال؟ هو بالفعل على كل حال هذا قانون المالية 2024 هو يؤكد على أن هناك اتجاه حقيقي من الحكومة الجزائرية ومن السيد رئيس الجمهورية لدعم القدرة الشرائية للمواطن وخاصة للطبقة الوسطى والطبقة الهشة، ولاحظنا ذلك من خلال الإعفاءات الضريبية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، أيضا رفع في الأجور، أيضا عدة امتيازات، وكل هذه الامتيازات تساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن، وكما قلنا القدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقة المتوسطة، وإذا ارتفعت القدرة الشرائية للمواطن فإن ذلك يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ويساهم أيضا في النمو الاقتصادي بصفة عامة ويدفع الأمر إلى التطور الاقتصادي. كما أنه ما يلاحظ يعني هناك سلسلة من إنصح التعبير من الامتيازات أو من القوانين كما قلنا في صالح المواطن الجزائري وفي صالح الطبقة المتوسطة، كل هذه النقاط هي نقاط إيجابية تجعلنا نتفائل بالفعل بقانون المالية 2024. طيب اليوم لما نتحدث عن الإعفاءات الجبائية، الإعفاءات الجبائية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سودة الحكم موجودة وطبعا رأت النور، لكن لما نتحدث عن إعفاءات جبائية جديدة للمستثمرين، ما هو الجديد في قانون المالية 2024؟ هو كما هو معلوم لدى الجميع أنه ربما مررنا بأزمة اقتصادية وخاصة بعد كورونا والتي أثرت بالفعل في القطاع الاقتصادي وخاصة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة، وأغلب المتعاملين الاقتصاديين تعرضوا إلى ركود اقتصادي وتعرضوا إلى صعوبات مالية. ربما هذه الإجراءات الجديدة هي تأكيد من الدولة لوقوفها مع المتعامل الاقتصادي وتشجيعه والتحمل معه الظروف الصعبة التي يمر بها، ونعلم جيدا أنه ليس فقط في الجزائر لكن في الكثير من الدول اليوم تعاني من أزمات اقتصادية وخاصة في جانب التضخم، وبالتالي نعتقد أنه هذه الإجراءات أنه خاصة سابقا معروف أنه الجزائر معروفة بالثقل الضريبي، وكل الإجراءات التي يقوم بها اليوم السيد رئيس الجمهورية هي دائما في إطار التخفيف من العبء الضريبي، لأنه العبء الضريبي يؤثر على العجلة الاقتصادية بصفة عامة ويؤثر على النمو الاقتصادي للاقتصاد الوطني. طيب التمويل، بما أنه التمويل اليوم سيد يوسف ميلي الذي أصبح يطبع الفترة
حتى بالنسبة للمنتجين للمواد واسعة الاستهلاك مثل الزيت والسكر، التمويل وصل من طرف الدولة طبعا 90%. اليوم الباب مفتوح أمام المستثمرين. كرئيس منتدى الاستثمار، هل برأيك قانون المالية 2024 راعى مطالب المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار؟ بالتأكيد، هي في 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 إطار هذا القانون نجده يجيب على معظم الانشغالات. نعم. المتعاملين الاقتصاديين، متعاملين اقتصاديين في مرحلة ما وجدوا صعوبات ووجدوا نوع من الركود الاقتصادي ونوع من إن صح التعبير سوق راكد الذي كان على الدولة أن تتحرك، لأن الدولة هي الفاعل الأساسي وهي التي تتحكم وتراقب وترافق المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي المتعاملين الاقتصاديين في حاجة ماسة إلى دعم الدولة، وخاصة كما قلنا سواء على مستوى التمويل أو على مستوى الإعفاءات الضريبية أو عدة إجراءات أخرى ننتظر إن شاء الله في المستقبل تطبيقها. طيب في الأخير، بما أنك تحدثت سيد يوسف ميلي أن القانون اليوم الذي يراعي ويجيب على أبرز مطالب المستثمرين، لو نرى اليوم بعد قانون الاستثمار قانون الصرف والنقد وغيرها من القوانين، هل برأيك وجب فتح ورشات أخرى لقوانين وإصلاحات قانونية أخرى، وهذا في إطار الدفع بعجلة الاستثمار بالبلاد؟ هذا شيء طبيعي، يعني دائما لا نقول إصلاحات بقدر ما أنه نقول مواكبة. تطوير القوانين، وبالتالي هالقوانين تتطور من مرة أو إلى استحداث. مرة. نعم. قلت لك مواكبة أو استحداث. هذه القوانين تتطور وفق الانشغالات ووفق الواقع. نعم. المستجد كل مرة، وبالتالي نعتقد أنه خاصة في قضية القانون النقدي الذي ربما بعض خاصة المتعاملين الأجانب دائما يطرحون نوع من الاستفسارات حوله، لكن يحتاج أيضا إلى المواكبة العالمية اليوم التي تحدث، وخاصة أنه دائما الجزائر لديها طموحات في الاندماج في منظمات تجارية كبرى، وبالتالي في هذه التنظيمات المنظمات الدولية هذه التجارية تحتاج إلى نوع من التلاؤم القوانين، خاصة كما قلنا في قانون النقد أنه يجب أن يتلاوم مع القوانين العالمية من ناحية السرعة ومن ناحية الشفافية ومن ناحية السيولة إن صح التعبير. أشكرك جزيل الشكر سيد يوسف ميلي على المداخلة، شكرا لك. العفو والشكر. مشاهدي شروق نيوز، أمر معكم لإثراء النقاش أكثر وفي إطار الإبحار في زوايا أخرى من نقاشنا، نبحث معكم هذه النقاط. واليوم يدخل قانون المالية 2024 حيز التنفيذ والخدمة، ميزانية الدولة في القانون المالية 2024 تضمنت نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال، حيث بلغت 15,275.28 مليار دينار، فيما يتوقع أن تبلغ النقطة التي سبقتها من فضلكم حتى أتمم الفكرة. الإيرادات 9,105 مليار دينار. قوانين نقول أساسية وزيادات في الأجور ومراجعة النقطة الاستدلالية ثلاثية تستشرف بها الطبقة التشغيلية بالبلاد في 2024. تسوية ملف السكن الوظيفي في عديد القطاعات مع المضيف عرضه بمختلف السياق هو ما تطمح إليه الطبقة التشغيلية. أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف مباشرة، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي. مساء الخير أستاذ، أهلا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. شكرا لك أستاذ. طيب، البداية بالحديث عن الإعفاءات الجبائية، رفع الأجور، التمويل لمختلف المشاريع الاستثمارية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، اليوم برأيك قانون المالية هل أجاب على مطالب المستثمرين؟ نعم، شكرا على الاستضافة. فعلا مثلما أشرت أن قانون المالية لهذه السنة يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهي السنة الثانية في الموازنة الجديدة التي تنطلق من ميزانية الوسائل إلى اليوم ميزانية الأهداف والبرامج
ولذلك اليوم نتحدث عن ميزانية وفق تصور جديد وفق رؤية جديدة. هذه الميزانية كذلك تحمل رقم مهم جدا، أكثر من 15000 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل تقريبا بين 112 مليار دولار، وهو رقم مهم جدا في دولة تقع في أفريقيا، في المنطقة شمال أفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي رقم مهم جدا، جزء كبير منه متعلق بالدعم الاجتماعي في حدود 21 مليار دولار. كذلك مثلما أشرت بالنسبة للمستثمرين، يحمل هذا القانون الكثير من المزايا والتحفيزات بالنسبة للمستثمرين على غرار الإعفاءات الضريبية وحتى الجمركية. نتحدث عن الإعفاءات الضريبية بالنسبة لي خاصة المنتجين، لأن القوانين المالية في الجزائر تضع في صلب اهتماماتها القدرة الشرائية للمواطن، ولما نتحدث عن الإعفاءات خاصة الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالمواد الاستهلاكية كالدواجن والبيض والخضر والفواكه، هذه المواد الواسعة الاستهلاك، وبالتالي لما تخفض عليها الرفع على القيمة المضافة وبالتالي تنخفض أسعارها، لأن المواد الأخرى المقننة كالحليب والخبز والوقود والكهرباء وحتى السكر والزيت لديها أسعار ثابتة مقننة من طرف الحكومة، وبالتالي باقي السلع الاستهلاكية الأخرى الحكومة تحاول التحكم في القدرة الشرائية أو تدعم القدرة الشرائية من خلال تخفيض الرسوم على هذه المواد الواسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى تقديم تحفيزات أخرى. وشيء المميز في هذه السنة في قانون المالية هو الضريبة على أرباح الشركات، تحدثنا عن إلغاء كذلك الرسم على النشاط المهني أو ما يعرف بلاطاف، كذلك هذه المرة بالنسبة لبياس الضرائب على أرباح الشركات تم ربطها خاصة بنسبة الإدماج، وهذا شيء يعني أكيد أنه وأعتقد أنه سيتطور في السنوات القادمة، أنك تربط الضريبة على الأرباح الشركات بنسبة إدماج واستغلال المواد والموارد الوطنية، وهذا هو اللي يحفز المستثمرين الجزائريين على استغلال كل ما هو جزائري، لأنه سيحفزهم أكثر على دفع أقل من الضرائب عوض الاستيراد المدخلات منها الخارج، وهذا كله يصب من أجل استغلال الموارد الوطنية. كذلك بالنسبة للمستثمرين نتحدث عن بالنسبة للمقاول الذاتي لوضع ضريبة تقدر ب 0.5% أي أقل من 1%، وهي عبارة عن مبلغ رمزي فقط بالنسبة لهذا النوع من الاستثمار أو المقاول الذاتي قصد تشجيعه وتحفيزه في المستقبل. كذلك تحفيزات كثيرة كان أشار إليها قانون الاستثمار المتعلق بالمناطق وفي المناطق الداخلية وأقصى الجنوب، وكذلك المتعلق بحتى القطاعات الاستراتيجية التي عول عليها قانون الاستثمار وتعول عليها كذلك الحكومة، سواء الصناعات الطاقات المتجددة أو الصناعات الميكانيكية أو الصناعات التحويلية أو الصناعات الصيدلانية التي ذكرها قانون الاستثمار بالتحديد، وجاء قانون المالية لسنة 2024 يتماشى مع قانون الاستثمار لضبط هذه القطاعات ذات الاستراتيجية التي تعتقد الحكومة أنها ذات الأولوية، والتي من خلالها يمكن رفع قدراتنا الوطنية سواء في الإنتاج محليا وتحقيق احتياجات السوق الداخلية أو التطلع إلى التصدير. نعم. طيب في الأخير سيد حدوسي، بما أنك أشرت لنقاط مهمة الجوم، لو نمر لرفع الأجور، هو مطلب طبعا التشغيل وهذا منذ مدة، رفع بالأجور بأثر رجعي الذي عرف العديد من التعديلات وصولا للتعديلات لقانون المالية 2024. طيب ما رأيك بالميزانية المخصصة سواء لقانون المالية 2024 التي تعتبر أفخم ميزانية للقانون المالية للنفقات الاجتماعية منذ الاستقلال، والميزانية المخصصة للأجور كذلك؟ نعم، لما نتحدث عن الأجور نضعها في السياق، الحكومة تستهدف معدل نمو أكثر من 4.5% للسنة القادمة، وكان
قد تم تسجيل 4.2 لهذه السنة المنقضية سنة 2023، وبالتالي لما نتحدث عن معدل النمو ونتحدث عن محددات النمو، الأرباح والاستهلاك هي الاستثمار، هي الإنفاق العام والتجارة الخارجية. لما نتحدث عن الاستهلاك، الحكومة تحاول دعم الاستهلاك من خلال رفع الأجور، وشهدنا أنه خلال السنتين 23-24 تم رفع الأجور بنسبة 47%، بالإضافة إلى منحة البطالة، بالإضافة إلى رفع المعاشات بالنسبة للمتقاعدين، بالنسبة لذوي الهمم، بالنسبة لكثير من الفئات الاجتماعية، حتى الطلبة رفع المنحة الجامعية. وبالتالي هذا كله يصب من أجل دعم الاستهلاك، وبالتالي لما نرفع الاستهلاك يقابله المحدد الثاني، هو المحدد الاستثمار، خاصة مع سياسة ضبط الواردات. رئيس الجمهورية يقول أنه الجزائر لا تمنع، أو الحكومة لا تمنع المواطنين من الاستهلاك، وإنما نضبط وارداتنا من ما هو ما أو نستورد فقط ما نحتاجه للسوق الداخلية. وبالتالي لما ترتفع كتلة الأجور في السوق، أكيد أنها تتجه نحو الطلب على المنتجات الوطنية، وبالتالي يرتفع نسبة النمو ويرتفع الاستثمار. كذلك المحدد الثالث وهو مهم جدا هو الإنفاق العام، وشاهدنا من خلال هذه الموازنة بالنسبة للمشاريع المهيكلة، سواء السكة الحديدية أو خاصة في البنية التحتية، أو بالنسبة لتوسعة الميناء، أو حتى في الطرقات، أو حتى في السدود، أو حتى تحلية مياه البحر، كلها مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والإنفاق العام في الجزائر مهم جدا ويرتفع سنة بعد أخرى. كذلك المحدد الثالث الرابع للتنمية هي التجارة الخارجية، وشاهدنا أن تعول الحكومة على بلوغ رقم 13 مليار دولار خارج المحروقات، وهو كذلك رقم مهم جدا. وبالتالي محددات النمو الأربعة كلها في الاتجاه الصاعد، وبالتالي تحقيق معدل النمو للسنة القادمة أكيد أنه سيكون 4.5 أو أكثر. طيب أختم معك في نقطة أخرى. اليوم كما سبق وأشرت مع ضيفي الكريم الرئيس عبد المجيد تبون، عبر ترسانة من القرارات، من الورشات المفتوحة لقوانين ومشاريع قوانين سترى النور قريبا، بما أنك أستاذ في الاقتصاد وخبير اقتصادي اليوم، أي ورشات اليوم لها الأولوية وجب فتحها في عديد الإصلاحات التي باشرتها الدولة وجب أن تكمل في طريقها؟ فعلا أعتقد أن الحكومة ستواصل في نفس النسق والديناميكية، أو تحاول رفع الإيقاع أكثر وأكثر في السنة القادمة، نظرا لأن سنة 2000 نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 كانت سنة التهيئة الأرضية من خلال قانون الاستثمار، قانون العقار، قانون النقد والمصرفي، كل القوانين المتعلقة بالنمو الاقتصادي تم تهيئتها. وبالتالي سنة 2024 ستكون سنة تنفيذ البرامج الاستثمارية والدخول بقوة في الاستثمارات. في اعتقادي أن التحدي الكبير للحكومة في السنة القادمة سيكون التضخم، التحكم في التضخم، لأن سنة 2023 كانت سنة المؤشرات الاقتصادي الكلي كلها كانت في الخانة الخضراء أو إيجابية، معدل نمو، فائض الميزان التجاري، فائض ميزان المدفوعات، كل مؤشرات الاقتصاد الكلي كانت في الخانة الخضراء. وبالتالي في اعتقادي أن سنة 2024 يجب أن تنعكس هذه المؤشرات الاقتصادي الكلي على حياة المواطن، والتحدي الكبير هو تخفيض نسبة التضخم إلى 1% أو 1.5% كما ينص قانون المالية لسنة 2024، بعد ما كان في السنوات الماضية 9%، ثم انخفض لهذه السنة أو السنة المنقضية في سنة 2023 إلى 7%. الحكومة تعول إلى خفضه إلى 1.5% في السنة القادمة، وبالتالي تحزيز القدرة الشرائية وحماية الطبقات الهشة في المجتمع. وبالتالي هذا هو التحدي الكبير في السنة القادمة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات وتخفيض معدل التضخم. طيب نمر كذلك للسياسة الاجتماعية للجزائر، حتى في أبرز القرارات الاقتصادية المتخذة من أعلى هرم في السلطة اليوم. لو نمر للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، الحفاظ على كرامة المواطن، كيف ترى السيد أحمد حيدوسي السياسة والاستراتيجية الجزائرية التي تربط دائما الاقتصاد والبرنامج الاقتصادي بالاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن؟ نعم، مثل ما أشرت أختي وسام، الحكومة الجزائرية تعول على حماية القدرة الشرائية وحماية كرامة المواطن، وأعتقد أن
هذا يرتكز على ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي تحسين جودة الحياة من خلال برامج التكميلية للعديد من الولايات كذلك التي بها ميزانية تاريخية. آخر برنامج تكميلي ب 29.9 مليار دينار. ولاية غربي البلاد بتندوف والمشاريع الضخمة كذلك في عديد من الولايات. نعم البرامج التكميلية كنت أتحدث كذلك عن جودة الحياة. الحكومة تستهدف تحسين جودة الحياة بالنسبة للسكن، بالنسبة للمياه، بالنسبة للتعليم والتربية، التعليم العالي والتربية، كذلك التكوين المهني، الصحة. وشاهدنا من خلال قانون المالية لسنة 2024 و23 كانت رصدت مبالغ مهمة جدا لهذه القطاعات الاستراتيجية. أعتقد النقطة الثانية تتعلق بتوزيع أفضل للثروة من خلال رفع الأجور لجميع الفئات الاجتماعية، سواء القطاع العام أو أصحاب الهمم أو حتى المتقاعدين أو حتى الطلبة وبالتالي أو حتى البطالين من خلال منحة البطالة. هذه النقطة الثانية من خلال توزيع أفضل للثروة. النقطة الثالثة التي أعتقد أن تركز عليها الحكومة هي التفاعل الإيجابي بين الإدارة والمواطن من خلال تحسين هذه العلاقة. وشهدنا أن رئيس الجمهورية مؤخرا لما تدخل في لقائه بممثلي الشعب قال تدخلت مكرها لتوقيف بعض المسؤولين على مستوى المحلي لأنهم تقاعسوا عن تنفيذ البرامج التنموية أو استقبال جيد للمواطنين أو تنفيذ ما يطلبه المواطن. وبالتالي أعتقد أن النقطة الثالثة كذلك مهمة من أجل بناء علاقة قوية بين الإدارة والمواطن. بالإضافة إلى ذكرت البرامج التكميلية على مستوى الوطني، صحيح أن الحكومة الجزائرية تحاول إيجاد نوع من التوازن وإعطاء دفعة قوية لبعض الولايات على غرار ولاية خنشلة، الجلفة، تسمسيل، اليوم نتحدث عن تندوف، بتقديم برامج تكميلية إضافية من أجل تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير وتحفيز حتى يعني المناصب عمل من خلال برامج تنموية متعلقة خصوصا بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة، لأن هذه البرامج كلها متعلقة بالمياه، الصحة، الطرقات، حتى السكك الحديدية مثل خنشلة، كذلك حتى ملاعب يتحدث في البرامج عن المسابح والملاعب الجوارية من أجل تحسين الظروف الحياة للمواطن. وبالتالي هذه البرامج التكميلية المتعلقة بالولايات تستهدف إلى إعطاء يعني هذه الولايات دفعة قوية قصد مواكبة ما الولاية أو الوصول إلى ما هو محاصل في الولايات الأخرى في الوطن ككل. نعم البرنامج التكميلي الهيكلي للجماعات المحلية في إطار التنمية المحلية المسطر سيد أحمد حيدوسي كذلك له أهمية بالغة في قانون المالية 2024. نعم من فضلك سؤال لو سمحتي. سبق وأشرت أن البرامج التكميلية بعض الولايات كما سبق وأشرت ولاية الجلفة وخنشلة تسمسيلت وصولا لولاية تندوف تعتبر هيكلية بحتة اليوم لإعادة النهوض بالولايات من جانب للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني والاستفادة من خيرات هذه الولايات، ومن جهة أخرى الدفع بالتنمية المحلية فيها. نعم مثل ما أشرنا أنه هذه التفاتة الحكومة لهذه الولايات، ولاحظوا أنه ولاية في أقصى الشرق الجزائري تحدث عن خشلة، ولاية في الغرب الجزائري تسمسيل، ولاية في الوسط الجلفة، ولاية في الجنوب تندوف، وبالتالي إعطاء نوع من التوازنات على مستوى الوطني وإعطاء حتى دفعة قوية. لما نتحدث مثلا عن ولاية تندوف، ولاية مهمة جدا حتى من الناحية الاقتصادية لامتلاكها خيرات وامتلاكها يعني قدرات كبيرة خاصة في مجال التعدين، ويعتبر خارج البلاد من أكبر المكامن الحديد على مستوى العالم، واستغلاله سيعطي الجزائر وولاية تندوف دفعة قوية في مجال التنمية الاقتصادية
الاقتصادية وحتى الخزينة الوطنية، وسيسمح بخلق يعني أكثر من تقريبا 100,000 منصب عمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كذلك التفت إلى تندوف من الناحية الاجتماعية، قلنا خلق مناصب عمل وبالتالي استقرار اجتماعي، كذلك حتى من الناحية الأمنية لما استغلال الموارد المتاحة على مستوى مثلا ولاية تندوف وخلق مدينة منجبية أكثر بأكثر من 5,000 نسمة، أكيد أن لديها أبعاد أمنية، خاصة أن هذه المنطقة منطقة فارغة وبالتالي تكون عرضة لكل التهديدات الأمنية التي يمكن أن تحصل في المنطقة. وبالتالي إنشاء مدينة منجمية مهم جدا من الناحية كذلك ليس فقط الاقتصادية والاجتماعية، كذلك حتى لها أبعاد أمنية. نعم، شكرا لك جزيل الشكر سيد أحمد حدوث الأستاذ في الاقتصاد والخبير الاقتصادي لمشاركتك معنا وإطراء النقاش في الفترة الأخبارية.